ألف مبروك أبو عزيز على الوظيفة. الله يبارك فيك يسلمك. أنت شنو وظيفتك بالضبط؟ أنا مدير كل شيء. والله إنك ممتاز. إيش رأيك فيني؟ والله إنك جراندايزر. تبي سيارة؟ والله أبو عزيز ودي بس ما أقدر أجيب سيارة جديدة. لا يا أبو صالح مو تشتريها، تأجير من الوكالة. مريح بالك بس راح أتكلف فيها دهن فلتر. لا يا أبو صالح سيرفس مجاني. مجاني؟ إيش رأيك فيني؟ زين دعمت. لا تحاتي يا أبو صالح، تأمين شامل. شامل والسيارة متجرة؟ إيش رأيك فيني؟ زين والله اختربت السيارة بنص الشارع. لا يا أبو صالح عندنا خدمة راح تعجبك حيل. ونش ياخذك انت السيارة، يوديك البيت، يودي سيارة الوكالة، ها؟ على ما تتصلح يعطونك سيارة بديلة. والله زين. إيش رأيك فيني؟ التأجير من الوكالة. ريح بالك. إيش رأيكم فيني؟